يا عم اعطيني فرصه اطمن اهلي، والله بيكون مشغول بالهم علي وهلا بيكونوا فكروني متت. بعد كم يوم بيطمنوا. سيبك. مقدم فارس كيفه؟ إذا المقدم فارس على قائمة ضحاياك فأنت أكيد ما بتعرفه. هو فعلاً من الضحايا. يعني بدك تقتله؟ والله بجوز هو يقتلني. كول كول هلا رح نلاقي طريقة نطمن أهلك عنك.